السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. المارد الأحمر في مشواره للدفاع عن اللقب. قطار الأهلي يدهس شان جورج بثلاثية نظيفة. الأهلي جاب 3 جوان جمال جدا وضيع 30. الكرة ما كانتش ماشية شوية مع الأهلي، بس كان ماتش متواضع وفريق الأهلي لعب ماتش كويس جدا جدا جدا، ولعيبة الأهلي كانت في نزهة يعني، بس كان في كمية أجوان ضايعة جديدة كتيرة لدرجة إن كهربا اتعصب من كتر الأجوان اللي ضاعت. بس الماتش كان ممتاز جدا وجميل جدا. كولر بدأ بمحمد الشناوي وعبد المنعم ورامي ربيعة، على الطرفين معلول وهاني، وفي النص كان ديانج ومروان عطية، وعلى الطرفين قدام بيرسي تاو وحسين الشحات، وكان قدامهم كهربا. الماتش كان كويس جدا وتسعين دقيقة حلوين قوي قوي قوي. جونين لحسين الشحات ولا أروع من كده، كلهم مهارة وحاجة جميلة جدا. والجون التالت جابه عبد القادر، كان بديل هو وصلاح محسن، تمريرة حلوة جدا وبشماله في البلاس 90 اللي متعود عليها الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي، والماتش التاني يوم 28 إن شاء الله هيبقى يوم الجمعة، ويوم السبت ماتش الزمالك مع ألتا سولر. كل التوفيق للفرق المصرية، وإن شاء الله الأهلي بنسبة 95% تخطى سان جورج ووصل لدور المجموعات بإذن الله. بصوا يا جماعة، هنتكلم في حاجة النهاردة يعني الواحد مش عارف يبدأها ازاي. كابتن ميدو خرابات ولا ميزو خرابات كان طالع على قناة الاس اس سي السعودية، فطالع يطبل ويرقص بقى، عايز يرجع القديم تاني بعد ما كرشوه وطردوه ورحلوه من السعوديه اصلا. ها، فقعد في الاستوديو فبيتكلموا عن كاس العالم للانديه والاتحاد والفرق اللي هتقابله. شوفوا ميدو قال ايه عن الاهلي. بصوا، اهو ده البرنامج اللي كان فيه ميدو، اسمعوا ميدو قال ايه. هتكون مختلفة بالنسبة للدوري اللي هيكون منافس الاتحاد، ما فيها كلام. هما لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هما واقعين في سكة الاهلي المصري. هيتلاقي كمية اصابات الفترة الجاية غير طبيعية. والله العظيم اي حد بيلاعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبرة، اللي بيقول له عن خبرة لازم يقروا قرآن ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبة، لانه والله العظيم بيحلف بالعظيم. بيقولوا اللعيبة لازم يقروا قرآن، اصل الاهلي عامل لهم سحر. بيقول لك عن تجربة، والله العظيم عن تجربة، هيتعرضوا لكمية اصابات وهيتعرضوا لمش عارف ايه. بص اسمع، الفرقة بتروح للاهلي المصري، بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020، 2 لعيبه اهم لعيبه في الفرقه، الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه، والتاني كان، خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري، محمد نور. خلوا بالكم، لعبت امام الاهلي المصري في كاس العالم. ايوه تصير المشاكل تكلم. شوف يعني انت لو تتكلم على الفتره هذه يعني الاهلي المصري اللي لعبنا كذا مباراة لعبنا ضد الاهلي المصري والحمد لله كلها كسبناها، يعني لو تيجي عناصريا الاهلي المصري كان افضل من الاتحاد، لكن دحين الفتره. بصوا يا جماعه، شفتوا الراجل رد عليه قال له ايه؟ قال له احنا لعبنا الاهلي المصري وكل المباريات اللي احنا لعبناها كسبناها، مع ان الاهلي المصري كان احسن والسكواد بتاعه اعلى. ماشي، انت يا عم ميدو رايح تقطع في الاهلي في السعوديه ليه؟ ما تتكلم في فريقك، قول لهم ان انا بشجع فريق موكوس بيطلع من دور المجموعات. بتجيب سيره الاهلي ليه؟ ده الاهلي رايح يلعب العالميه يا عم خرابات.
الاهلي رايح يلعب في العالميه، انت بتجيب سيره الاهلي بتقول لهم يقروا قران وبتاع، الاهلي يعني بيكسب بالسحر؟ ها طب اسمعوا بقى عشان تعرفوا ان الناس دي منافقه. الفيديو ده لميدو مع سيف زاهر قدام حازم امام في الاستوديو. اهو اسمع. مساء الفل يا سيف، وعندي اعتراض كبير على البدله الرمادي على الكرافات الكحلي. ليه؟ لا لا معترض. ليه يا ابني؟ مصر ده ايطالي كده، ده حاجات بقى ما يعني والمال ايه ليه؟ بصوا حازم امام قاعد في الاستوديو اهو اهو. حبيبي يا سيف، طبعا انا بتفرج عليكم ومستمتع بيكم، وما كنتش عايزك تخلي يعني تخش في الحزم في الحته الحزينه دي. يعني حازم يعني انا بقول ان انا المسؤول الاول، ان انا دخلته يعني في التجربه دي. يعني هو طبعا تجربه واستفاد منها بشكل كبير جدا، واحنا استفدنا. كان هما الاثنين بيدربوا الزمالك ومنصور كراشه. كنت المسؤول الاول عن ان انا كنت بلح عليه ان هو يخش في الكوتشنج كارير، ايمانا مني بان حازم امام عنده القدره وعنده كل الامكانيات ان هو يبقى مدرب كبير ان شاء الله. وكنت شايف ان الخطوه الاولانيه لازم تكون مع حد بيحبه، وربنا يعلم ان مفيش حد بيحب حازم امام قدي. وكنت شايف ان هو لازم التجربه الاولى مع حد يقدر ان هو يسمح له ان هو يشتغل من غير ضغوط، وان هو يشتغل ويتعلم كويس من خلال التجربه. مش يتعلم مني، لا، يتعلم من خلال التجارب، من خلال المباريات، ومن خلال المكسب والهزيمه والتصحيح الاخطاء وكل الكلام ده كله. وزي ما حازم كان بيتكلم معاك من شويه، احنا عمرنا ما بنندم ابدا ان احنا نكون متواجدين في نادي الزمالك، احنا اولاد نادي الزمالك. وانا بالنسبه لي نادي الزمالك ده زي ابويا وامي. نادي الزمالك زي ابوه وامي. عمري ما ازعل منه، وعلى فكره عمري ما ازعل من اشخاص موجودين جواه طالما هم موجودين في 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 في, في, في مناصب داخل نادي الزمالك. لان ما فيش حد بيختار ابوه وامه يا سيف. وانا بالنسبه لي نادي الزمالك زي ابويا وامي بالظبط. فانت مرور الكرام. هاخدك في ملف تاني برضو مهم جدا. الناس كنت لسه بتكلم، انا جريت لكم الفيديو شويه عشان بس ايه عمال يهري الزمالكاوي او الناس يعني المساندين للزمالك، حسيت ان في مسانده من الاعلام الزمالكاوي ليك انت وحازم؟ لا لا لا، بص سيف، انا مش عايز افرع قضيتي، وبالنسبه لي انا قلت ان انا مش هتكلم في الوقت ده، لان نادي الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا، ومش الوقت ده اللي احنا نتكلم فيه. لكن انا بودي رساله لمرتضى منصور، بقول له ان انت محدش علمك ان انت تحترم الناس، وانا هعلمك ازاي تحترم الناس. بصوا بكلم مرتضى ازاي. مرتضى منصور يا ميدو، يعني ان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل. عايز تقول حاجه لحازم؟ يعني حازم كان لسه دلوقتي بيتكلم بيقول الحقيقه ميدو يعني من انضف وانقى الناس اللي اتعاملت معاه. انا بشكر حازم، بقول له معلش ما تزعلش، هي دي الحياه، وانا متاكد ان انت استفدت كتير من التجربه دي، وعمرك ما تندم على وجودك داخل نادي الزمالك تحت اي منصب. وباكد له مره تانية ان الغلط مش عندنا، احنا اشتغلنا واخلصنا واجتهدنا بشكل كبير جدا، لكن للاسف اشتغلنا مع راجل ما ينفعش اي بني ادم ينفع ان هو يشتغل معاه. ما ينفعش مرتضى منصور لو جبت مورينيو يشتغل معاه عمره ما هينجح. الراجل ده كان بيتدخل في عملنا بشكل مباشر. مش هتكلم يعني كتير، لكن بعد اربع انتصارات مع اول تعادل، الراجل ده وحازم امام موجود معاك، جابنا وقعد معانا واتكلم وقال ما ينفعش تلعب فلان، وينفعش معمول له سحر فلان. وحتى ماتش سموحه اللي احنا تعادلنا فيه نزل علاء مقلب بين الشوطين، قال لنا اوعوا تنزلوا محمد ابراهيم. تدخل مباشر في عملنا ده اثر بشكل كبير جدا. ده طبعا غير، انا مش هتكلم اقول كل حاجه دلوقتي، بس ده طبعا غير ان هو كان بيقول لنا ان في لع-
لعيبه معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوذه وطالبنا ان احنا ما نلعبهمش. ثلاث او اربع لاعبين بشكل مباشر وحازم موجود قدامك، يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم، وصدى منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش دار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. واحمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي، هتكلم عليهم في الوقت المناسب. كفايه كده يا جماعه. بصوا يا جماعه، كان معاهم شيخ رايح معاهم جاي، معاهم في التدريب في الاتوبيس في اي حته، وبياخد 7000 جنيه في الماتش. بالتليفون مرتضى منصور يقول لهم ما تلعبوش فلان ده معمول له عمل، وما تلعبوش علان ده مش عارف مخطي على ايه، معديه عليه سحليه، وده مش عارف حاصل له ايه. ادي يا جماعه اللي كان بيحصل في نادي الزمالك، اللي ميدو طالع بره في السعوديه يقول لك انتوا هتقابلوا الاهلي المصري، فانتوا لازم تاخدوا بالكم وتقروا قران، وان شاء الله هيبقى عندكم اصابات كتيره ومش عارف ايه، لان هو اللي بيقابل الاهلي بيحصل له كده. احنا في 2020 اتنين لعيبه من عندنا جالهم فيروس كورونا. يعني هو انت جالك كورونا للونش وطارق حامد؟ طب ما كان عندنا ديانج، ده ديانج قد 10 من لعيبه الزمالك عندك. ده ديانج كان يربط في رباط جزمته ال 11 لعيب بتوعكم ويجري بيهم. فانت بطل يا ميدو خرابات انت، ولا يا ميزو خرابات، ها؟ تضرب الكوبايه اللي انت بتضربها دي وتسكر، ها؟ وتطلع تهرتل على الاهلي، عشان جماهير الاهلي مش هتسيبك، هتديك على وشك على طول. فانت لم نفسك كده عشان ايه؟ عشان هيسقفوا لك على وشك. ده بالنسبه لميزو خرابات. ليه بس عتاب عند الكابتن وليد صلاح الدين؟ لان الكابتن وليد صلاح الدين تاريخ في النادي الاهلي، واحنا من الراجل اللي يعني راجل من الناس اللي بنحبها جدا وبنحترمها جدا. بعد اذنكم اعملوا لايك وشير يا جماعه، عشان بس ايه الاشعارات توصل للناس. في برنامج ملك النص بتاع الكابتن فاروق جعفر في الراديو، كان جايب على التليفون الكابتن وليد صلاح الدين، فبيتكلموا على الاهلي والبطولات والبتاع. فالكابتن وليد قال له الاهلي اكتر كل الناس واكتر الناس مرشحه ان الاهلي وبيراميدز هما اللي هيفوزوا ببطوله افريقيا. فانا بس عايز اقول للكابتن وليد صلاح الدين، الترشيح ده كان من مين؟ مين اللي رشح؟ طب الاهلي راجل بيحارب على اللقب وراجل بطل، في اخر 7 سنين وصل 6 نهائيات، ها، واخد منهم 5 معايا، ده راجل بطل. ده انت اما تحط الزمالك مع الاهلي هنقول ماشي، ليه تاريخ في افريقيا، لكن انت بتحشر لي بيراميدز مع الاهلي، كله مرشح ان بيراميدز والاهلي هم اللي ممكن يفوزوا بدوري ابطال افريقيا. انا عايز اسال الكابتن وليد، مين اللي رشح؟ مين اللي رشح بيراميدز، وعلى انهي اساس اترشح؟ يا كابتن وليد، مش عايزين حلاوة الإعلام والشغل والبتاع، نحط أسامي ناس كده في وسط الإيه؟ الأندية الأبطال. بيراميدز ده لسه نونة صغيرة بترضع، أما يبقى يكبر كده وياخد بطولة ويخش في وسط الأبطال كده ويروح كأس العالم للأندية أو ياخد كأس رابطة حتى، ها؟ يبقى أقول ينافس على كأس أفريقيا وينافس. يا كابتن وليد، أنت لعيب كبير، ما ينفعش ان انت تخلي حد يتكلم، ما تحطش اسم بيراميدز مع الاهلي في حاجه معايا. وبعدين هو اللي واضح كده ان انت كنت لسه صاحي من النوم ومش مركز، كنت لسه صاحي من النوم وما فطرتش، وانا عارفك لما بتجوع بتهلوس.
لان سالك على التشكيل، حطيت له تشكيل الاهلي وحاطط فيه موديست وحاطط فيه رضا سليم، وهم الاثنين اصلا ما مش هيلعبوا، واحد موقوف والتاني مش متأيد افريقيا. فانت كنت لسه صاحي من النوم ومفطرتش، فاحنا هنسامحك يا كابتن وليد عشان بنحبك، بس بالله عليك ما تحطش اسامي حد ملوش اي تاريخ مع النادي الاهلي. شكرا يا جماعه، وفضلا وليس امرا تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه اشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.